مضى تقاطع الطرقات عادت لتروج شمالا، فعمد عدد من شبان التبانة على قطع طريق الملول الدولي مطالبين بإطلاق سراح الموقوف عادل غمراوي. هالشباب نزل دفاعا عن كل المصلوبين وخاصة هالشاب عادل غمراوي. هالزلمة غلط، حكموه 5 سنين، نام 5 سنين، صارت قصة بقلب السجن، كمان نيموه فيها 6 شهور، هلأ صاروا سنة ونص فاقه للقصة، لا عم يحكموه ولا عم يطلعوه. أنا صار لي 4 شهور طولة من الحبس، أنا كنت بسجن القبة، بسجن القبة في أكثر من 1000 مظلوم، أكثر من 1000 واحد، خلصين أحكي معهم عم ينيموني زيادة، وعم ياخذوا منهم غرامات ورسومات، إنه هذا حديث هذا بقان. بنقول له لوزير الداخلية وصلنا صوتنا، ما هو وزير الداخلية؟ ما هو مسؤول وعم يوصل صوت غيرنا؟ يوصلنا صوتنا. نحن بنطالب بإفراج عادل الغمراوي والمسجين المظلومة. نحن في عالم ورانا، إذا ما حكوا فينا الشارع ما بقى لحدا، الشارع لألنا والبلد لألنا. ما في حدا يردنا إذا ما بتحكموا بالحق وبالعدل. غمراوي ليس موقوفا عاديا، ففضلا عن صدور مذكرات توقيف عدة بحقه بعضها مرتبط بحمل السلاح وبعضها الآخر عمليات سلب وسرقة، قاد في أيلول 2010 عملية تمرد داخل سجن الإبي في طرابلس ومعه 30 سجينا، ليعود ويفر من سجن حلب الحكومي في عكار في أيلول 2011 مع مسجونين آخرين قبل أن يلقى القبض عليه مجددا. القوى الأمنية أعادت فتح أوتوستراد التبانة، إلا أن غمراوي رد التحية لأهله وأقربائه بإضرامه النار بفراشه في سجن تبنين قضاء صور قبل أن تعود الأمور إلى طبيعتها.